يما يما هلا يما هلا هلا يما هلا امي وينك مالك حس اليوم؟ تعال حبيبي تعال ابيك ابي اكلمك بموضوع فيصل. امري يما قولي. اقول يما ايش رايك تكلم ابوك يينا علشان نكلمه في موضوع فيصل؟ ليش يما انت كلمتي يوم البنت؟ اي يما كلمته قلت لهم ان فيصل يبي ريم وريم ما عندها مانع يا يما موافقة على فيصل فقلت ما يصير اني انا اخطب حق ولدي وابوه ما يدري وانت عارف وضع ابوك بالديرة مو شوية بعدين وجود ابوك قدام اهل العروس وايد رزة. هي حلوتش يما كلامك عدل والله بس فيصل متى برد من شاله؟ ان شاء الله الليلة يا يما يرد مع انه اول مرة ينام برا البيت. انت انا يعني قاعد اقول كلم ابوك خلي يشوف ابراهيم الصغير ونتفاهم على موضوع فيصل. ان شاء الله يما انا بعد شويه ادق عليه واكلمه. ليش ما تكلمه الحين؟ يمكن بيرتاح ولا شيء. خير. صباح الورد والياسمين. شفيك طالعني كذي؟ في احلى من هالصباح؟ اي قص علي قص علي. ما قص عليك. زين اصب لك شاي وقعد تريق. اقعد. على ذا وطاب والله تستاهل اكثر. تفضل حبيبي. تسلم ايدك. الله يسلمك. تقعد تطالعني اكل. هل عندك شك؟ شنو؟ هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة تيجي لدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي. هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت؟ صباح الخير. صباح النور. بقول لك شيء، ترى البيت مو حلو بدونك، مو تعيدها اوكي؟ خلاص انا اسفه. منال حبيبتي، احنا مو قلنا ننسى اللي صار، نبدا صفحه جديده. اوكي راح نفتح صفحه جديده، بس عندي طلب صغير. تكفى قولي. ممكن يعني إذا أنا وأنت تهاوشنا تناجرنا تراجعنا ما تدب بيت وتمشي؟ يعني هو بيتك مثل ما هو بيتي. حاضر. طلبات ثانية. سلامتك. يلا يلا قوم سويت لك أحلى نوم. يعني يلا يلا.
بعتني اليوم جنة. ها؟ عيد اليوم بزعل. هذا طلب رميثية وهذا العميرية. العميرية عندهم حفلة وايد طالبين ورق عنب. الله يزيد ويبارك. ها مناتي وريني ايش سويتي. ابنتي هذا حلو؟ وايد يمك اللي انا اشوفه حلو. بس خل ترجع امك من السفر وتشوفه وتقول لك. وانت ميوستي سويتي؟ اذا انا ما احب اتسافر شو تسوي يمه؟ الوزاره دازينها مؤتمر ولازم تروح مو بيدها. اجمل يده بالعالم. هلا هلا شلونك؟ هلا حبيبتي شلونك؟ طياره. الحمد لله رب العالمين. ايش عندك بعد؟ اذا اقول لك انا ورفشتي دلول بنروح مشوار صغيرون المكتبه ناخذ كم شغله ونرد. وكبار مو امس طلعتي مع رفيجتك قلتي بتروحين المكتبه تشترين اقراض؟ ليش ما شريتي؟ ديده بس انا نسيت دفتر الرسم البياني مال الرياضيات. زين روحي. عندك فلوس ولا اعطيك؟ ديده هو امي خلت لي فلوس بس يعني شويه شويه. والله يا يما اليوم ماكو طلبات ما عندي فلوس. منها اوريك فلوس ماكو. صدقتك شفتي؟ زين يلا يلا روحي يما وردي بسرعه. زين حاضر مثل ما رديت امس راح ارد اليوم. يلا الله معاك يما. ان شاء الله. بنات ما تبون شيء من المكتبه؟ انا ابي لزقه وانا ابي كوليكتر. يلا عاد تو تقول ما عندي فلوس كافي. قومي روحي معليش من عمومه. مع السلامه. مع السلامه الله معاك. مجهزين الطلب ها منكم انتم. يلا يلا خلصوا خلصوا خلصوا. اوه تعالوا لحظه لحظه لحظه. الو هلا هلا حبيبتي. ايه تبين ورق عنب بالخلطه السريه ولا عادي؟ هاي دلول شلونك؟ تمام انت شلونك؟ تمام الحمد لله. جاهزه حق الفيلم؟ ترى حجزت لنا ورا اخر صف عشان ما حد يشوفنا واخوي معانا مسكين حده مستانس انه بيشوفك ما كنا امس شايفك. زين بس لازم امر الجمعيه اول باخذ كم شغله من المكتبه. ايش تبي من المكتبه؟ الصراحه دلول انا كذبت على يدتي وقلت لها ان احنا رايحين المكتبه ناخذ كم شغله فلازم اروح اخذ الاغراض. اوكي ماشي اهم شيء يدتك ما تشك ما نخلق مشاكل. بابو حرك الجمعيه بليز نبي نمر المكتبه بالاول. أنا أقول نسوي خطبة حريم وريايل وبعدين نسوي العرس. لا يما ما لها داعي خطبة الحريم. خطبة الريايل كافية. نعم؟ شنو ما تبي خطبة حريم؟ الناس تبي تفرح فيك يا يبا. شو أقول حق عماتك؟ شو أقول حق خالاتك؟ شو فيك أنتِ؟ يبا خطبة الحريم تعب وخبى على الفاضي. يعني يمكن ما نكمل ونفل. تسوى هالمخاسير؟ أنا أقول خلوها للعرس وايد أحسن. ما على حبيبتي خليك مرتاحة ولا تحاتين كل شيء راح يمشي على متمه إن شاء الله. إنزين أهل الولد ما كلموني ما حد كلمني فيهم لا خوالة لا عمامة لا أبوه. أكيد إن شاء الله هاليومين قالت لي بيدقون عليك. إنزين سمعوا أنا ما راح أوافق لما أشوف الولد أبقعد معاه أسولف معاه أشوف هو منو وين دوامه وين يسافر وين يروح منو ربعه بعدين أوافق. من حقك من حقك ان شاء الله راح يدقون وراح تقعد وياهم وراح تعرف كل شيء بس لا تحاتي ولا تفكر. يما يعني انا راح اسكن معاهم؟ اي حبيبتي فيصل عنده دور خاص فيه. بعدين لا تحاتين ترى خالتك وداد تينن وتهبل وطينتها خفيفه وتحبك. لا تحاتين ولا شيء. بفهم انت عمي ما تشوف؟ فيك يا يبا انا طلعت من اللفه مستعجل وما انتبهت حق الشارع دعمتك الف الحمد لله على السلامه. وين اصرفها هذه مستعجل وين اصرفها؟ يا يبا ايش فيك معصبه؟ سلامات اهم شيء سلامتك بالحديد ولا فيك؟ الحديد هذا اللي انت مو عاجبك هو اللي يوديني الدوام ويجيبني. عيل لا تحاتين بالنسبه لسيارتك انا بصلح لك السياره ولا يهمك وبعطيك سياره بديله تمشي فيها هاليومين لما تخلص سيارتك من التصنيع بعد شو اللي تبينه؟ لا أنا ما أثق فيك، لازم أروح المخفر أطلع ورقة حادث.
شغل المخفر هذا خليه علي، انا اخلصه، وسيارتك بخلص لك اياها ولا تحاكين. الحين بدق على السايق اخليه يوصلك البيت، واذا حابه تدقين على احد من اهلك يوصلك البيت دقي، ما في مانع. انا ما عندي غير اخوي، واخوي مسافر. خوش عيل، انا ادق على سايقي الحين واخليه ياخذك، وانا بتم وياك لين اي سايقي ياخذك ويوصلك للبيت. بعد ايش تبي؟ ممكن سؤال؟ تفضلي. مين؟ وياك موسى عبد الرزاق، صاحب شركة عبد الرزاق للتجارة العامة. اه نعم. الله ينعم بحالك. تفضلي، هذا كرتي، خلي وياك ودقي علي، وان شاء الله هاليومين بخلص سيارتك. لا تحاتين، وان شاء الله ما كل العافية. ان شاء الله. دق على السائق، انا بطلب سيارتي. حاضر، الحين بدق عليه، ولا يهمك. أمال يوم بنتي للحين نايمة؟ قومي اليوم زوارة بيت عمتك، أبيك تروحين معاي. مالي خلق يما، مالي خلق أشوف أحد. مالك خلق تشوفين أحد ولا خايفة يسألونك عن موضوع طلاقك؟ عادي ردي عليهم والضحكة شاقة الحلج من هني لهني، وقولي لهم ماله بالطيب نصيب. ما أبي أشوف أحد يما ولا أجامل أحد، خليني. والله ما ادري ايش اقول لك يا يما، على هواك، بس ما عندك سالفه مسويه بروحك كذي على واحد ما يستاهل. شو تسوي؟ ربنا يطول في عمرك. ماكو والله، قاعد كذي بريحاتي افكر. اندمج ويا الفيلم شوي. زين تفضل، بالزعفران مثل ما طلبت. تسلمي ايدك. فيك شيء متضايق؟ عادي، بس قاعد افكر، ماكو شيء. زين، ايش رايك نسافر كم يوم نغير جو؟ يعني منها تعدل نفسيتك؟ ومنها نستانس بعد. والله انا تبيني الصج، انا حاسس ان كذي مرتاح. يعني كلش مودي مو مود سفر الحين، ولا مزاجي مزاج سفر وطلعات وناس. قاعده هني مريحتني شوي. انزين، ايش رايك اقوم بسوي لك اكل؟ شفت طبخه ينن على الانستغرام وايد عجيبه، وما راح اطول، جديده. اللي رايحك، سوي اللي تبين. صدق؟ ما راح اطول، نص ساعه تكون جاهزه، اوكي؟ وهذا أنا قاعد أحاول أتأقلم مع حياتي الجديدة. هنا بنت حلال، صدقني ما كلها نفس العاطفة اللي كنت أحسها مع آمال، بس أنا مرتاح معها. يمكن مع الوقت أحبها أكثر، أكيد راح أتعود عليها. مع الوقت يمكن أتعلق فيها. الحين خلاص ما عندي بيت ثاني، أنا عندي البيت هذا وبس. برهوم حاكيني زعلانة سليني من فرقتك يابا، برهوم 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 حاكيني حبيبي والله. حصل ما ادري ايش في تاخر. لا يما، هو الحين على وصول ان شاء الله، الحين بي الحين. هذا هو وصل. السلام عليكم. عليكم السلام. انت هني؟ اي يبا. حبيبي شلونك؟ شلونك امك؟ هلا امي، هلا حبيبي. ايش هاليمعه الحلوه؟ اي يما كان طافتك. اي والله. شلونك يبا؟ هلا والله.
وين جنطتك؟ بالسيارة ما نزلتها. أقول فيصل؟ لا. الوالدة تقول صار لك كم يوم في الشاليه؟ خير إن شاء الله. لا والله يبا ماكو شيء، بس نغير جو مع الربع قبل الزواج كذي، نغير جو. زواج؟ برهوم إبراهيم مو أنا شفت له بنية من صوبنا بنت حلال وسنعة واسم الله عليها، هل هرد والبدل بنت أوادم، فمن كذي أنا قلت حق سلمان يقول لك تينا تزورنا عشان تشوف برهوم الصغير، ومنها بعد مرة واحدة نتكلم في موضوع زواج فيصل. اي زواج فيصل على خير إن شاء الله. على خير. شلونك خالتي؟ الحمد لله رب العالمين. انتي شلونك يما؟ عسى استانستي في السفر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يبا لا تصبري مره ثانيه، ترى احنا ولعنا عليك وايد. عمري انتي ما اسافر مره ثانيه، ما اسافر. نيتي ولهت علي الا وين مي؟ قاعده فوق بغرفتها قاعده تكلم رفيجتها. كلم رفيجتها؟ متى؟ من زمان؟ عمري ولهت عليكم خالتي. وانا بعد ولهنا عليك. هسه ما أدوش. لا الحمد لله طيبين، بس مي يمه كله مع هالتليفون ومسكرة عليه في الغرفة، هذه اللي مضايقني شوي. اي يا خالتي شوف الحين اشوفها ان شاء الله. واي واي اليوم صدق امك بدعت. اي والله بدعت. اشكره غزل بابوك. لا تلومينها، ترى تحبه بعدين هو الرجال الوحيد اللي بحياته، حتى عقب ما انفصلت عنه تم تفكر فيه. اقول لك شيء؟ شنو خاش عني شيء بعد؟ لا شيء يخص امي. ايش فيها؟ مره شي قاعد ادور بالكبت عندها على شغله، كان لاقيها خاش صور ابوي عندها. مو مصدقك؟ اي والله. واي مسكين خالتي. سلمان اتحقق بيوم الايام يرد ابوك لامك؟ الشيء هذا علمه عند الله. ما ندري الايام شنو خاش لنا. اي والله صدق. وابراهيم. اي صوت ابراهيم. وي وي وي. شوي شوي. ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا احلى من اختك دلول؟ لا ايش دعوه، خو ما راح اغار من دلول يعني. يلا عاد يلا. اقول دلول حبيبتي، امي توها واصله من السفر، اسلم عليها وارد ادق عليك. هلا هلا هلا. اشتقنا لك صدق. انتي لو صج مشتاقت لي كان طرشتي لي مسج، كان سالتي عني. ايش دعوه يا يمه؟ ايش دعوه يا حافظ؟ الحين خواتك ما عندهم موبايل، انتي 24 ساعه الموبايل ما يطيح من ايدك، ليش ما تسالين عني؟ يمه حبيبتي انا ادري انك مسافره شغل، بعدين ما حبيت ازعجك. الله يا الدنيا وتهجين لما تسالين عني وتقولي لي شلونك يمه ولا متى راح تيين من السفر، هالشيء يزعجني. حتى منيت وناطرتني مثل خواتك مع يدتك. أقول يما شنو شريتي لي؟ أها ما رحنا السوق ولا قدرنا نروح السوق، اجتماع ورا اجتماع ما قدرنا، لا سوينا شوبينج ولا رحت اشتريت، ما اشتريت ولا شيء، بس إن شاء الله المرة الجاية. مرة جاية يما شنو بعد بتسافرين بروحك؟ ما يندرى يما، إذا دوامي قالوا في سفرة بعد تدرين أنتي، ما له داعي أقول لهم لا. يما هذه رزقتنا، بس ما يندرى عاد، ما يندرى الايام ايش خاشه يا يمه. انتي ولهتي علي؟ اعطيني بوسه. اقول منال؟ عليبه وين ريلك ما نزل ويانا؟ ما جاي تريق؟
فوق يبا لا تحاتي الحين ينزل. عاد لا يطوف هالاكل، اليوم ما شاء الله الطباخ مبدع. والله صدقتي. يه 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 شريوك صادقيني كنا. صباح الخير عمي. صباح النور بالكعبة. والله عمي على ما بدلت ونزلت والحين بروح الشركة مستعيل حدي، اليوم عندي وايد شغل. ايه قواك الله ان شاء الله. الله يقويك. تفضل تفضل تريق وياك. تعال 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 عندي، انا اللي بوك لك، تعال تعال حبيبي تعال عندي. يعني؟ ايوه. شلون شلونك؟ الحمد لله. تبي بيض؟ تفضل. هذا انا نسيت اقول لكم اني مريت على العيال امس وشفت حفيدي. صدق يبا؟ عاد تدري ايش كثر مشتاقت له؟ يا حليله والله صدق بخاطري اشوفه. إيه هذا المفروض تمرين عليهم تشوفينه، ليش انت عمته المفروض يتعرف عليك، ما يصير تخلينا كذي. وي تو الناس بعده صغير. في بعد خبر بقول لكم عنه، خبر جديد وبشر بالخير ان شاء الله. فيصل ولدي عزم يخطب. صدق عمي؟ على بركة على بركة ان شاء الله. الله يبارك فيك يا ولدي. يبا من بنته؟ والله حسب ما قالوا لي واحد اثنين قال لها اظن ريم العادل، وكانها وحيدة امها وابوها بعد. ريم 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 عرفتها، هذه معي بالجامعة بس هي دفعة ثانية يعني. صدق شلونها من البنية؟ والله صراحة البنية تهبل وزينة وخفيفة الظل، وحتى كانت مخطوبة حق واحد معانا بالجامعة بس انه فسخ اول خطبة. اي قالت لي سلمان يا بنيتي هذا شيء يصير بعد، بس الطلاق للأسف من وراه أذية، الطلاق يتضررون منه العيال، الله يكافينا الشر، يهدم بيوت، بس حسب ما أعرف أظن أنهم ما تزوجوا ولا عيلوا بعد. يلا يا هلا يلا كاني كاني خالتي. هذا تسوي الرضعة سنة هو سنة سنة الياهل مات وهو يبكي، قلبه فرق وهو يبكي، يحن يحن لين نام داخ نام. كاني كاني جيت خالتي خلاص حبيبتي خلاص. ليش كذي ليش كذي تعاملين الياهل؟ ليش ما تجيبين له بسرعة رضعة؟ ما شاء الله عليه خالتي تو شايب رضعته. هو تحاسبينه تحاسبينه على الرضاعة، خلي يرضع يوعان يعني بالله يبكي شنو هو بس كذي مزاجه نحب يبكي يوعان اليال يوعان. خالتي ما يصير، لازم بين الرضعه والثانيه تمر ساعتين، رفيجاتك لم يسوون كذي. لا والله صح اي رفيجاتك، وانا بكيف رفيجاتك، مالت عليك انت ورفيجاتك، شعرفكم انتم يا هالبزران ما تفهمون شيء. والله تقول لي بين رضعه ورضعه ساعتين، يلا انتم صبروا بين وجبه ووجبه صبروا ساعتين، 24 ساعه تطحنون بالاكل عشان ما حسبتوا روحكم بس على الياهل، بعدين الياهل حالاته متبتب كذي مربرب يا حالاته، لا مشى باكر وتدربح لك كذي يا زينه هو وعفاته، تبينه معصقل ميت من اليوع طيعه. حاسب الياهل على رضعه بين ساعتين تقول لي. قلبي والله برنوم عبيبي نايم والله. ان انتو يما تذكرين الاغنيه اللي كنت تغنينها حق ابوي قبل؟ يا ليتني نجمة بعقالة الله ولا مسامير بيوتية. والله ما لومه شايف كان يجي البيت زحمة. يركض ركض. يما ترى نادي بعد شهرين بتولد. الله يقومها بالسلام ان شاء الله ويرزقك بولد، بنتين عندك وولد. الله امين. ونسميه محمد محمود. يما ترى انا احب بناتي والله والله الله يشهد احب بناتي. ادري ما ادري.
ولا يهمك لا ايش دعوه. حاضرين؟ لا ان شاء الله. انا اليوم ان شاء الله بكون عندكم وبوقع المناقصه وياكم. اي نعم. لا تحاتي لا تحاتي. لا لا احنا عارفين ايش قاعد نسوي. اي. ادري ادري الاشياء كلها عارفها انا. اي لا 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 تخاف علي ان شاء الله. الحمد لله الامور طيبه. اي. بونجور. هلا. ماشي ماشي انا اكلمك بعدين ماشي؟ يلا خير فما الله. اهلا نوف. اهلا. حياك الله شلونك طيبه؟ الله يحييك. ان شاء الله ما ضيعتي المعرض. لا وي وين واحد يقدر يضيع هالمكان؟ بعد جوجل ما يقصر. اي صادجه. عموما هذا سويتش السياره البديله لما تخلص سيارتك من التصليح مثل ما وعدتك. وي انا اسفه تعبتك معي وايد. لا تعبك راحه حياك الله. ما شاء الله المعرض وايد حلو. عيونك الحلوه وعندنا بعد تقريبا كراج مساحته 2000 متر. يسر الخاطر وايد شرح اذا بتروحين تشوفين سيارتك وهم يصلحونها تفضلي. لا ويش دعوه يعني اي تراست يو ما بيننا هالسوالف. بعد المعرض هذا دورين؟ اي نعم دورين. ما شاء الله. دورين ونفكر بالثالث. ما شاء الله انا ما غير يعني اشكر هالحادث هذا اللي عرفني عليك صراحه. لا ايش دعوه الساعه المباركه. بارك بعمرك. هذه ماركة الملابس اللي بخاطري اشتريها. مالتك؟ وسخ. كم وكالة هذا عنده؟ كم وكالة سيايير عنده؟ أختك على شي يوم كلها هي وكلها هي فضفض لها. ألو حبي شي يوم شلونك؟ زين سمعي بسألك تذكرين موسى عبد الرزاق اللي قلت لك عنه؟ اللي دعمني. ايه رايلك تشتغل عنده؟ زين قولي لي يعني هو شنو حالته الاجتماعيه يعني شي تزوج شنو؟ طلق. حلو. لا حياتي بس فضول كذي يعني لان اليوم يعني يعني واحد يقول انه هو عبد الله موسى عبد الرزاق فعبالي ولده يعني المراجعين. ما بعيال. شفيك سرحتي رحتي لبعيد هسه ما شر. ماكو والله قاعده حاتي دوامي الحين مديري دائما يبهذلني فقاعد حاتي الحين ايش راح يسوي فيني؟ لا 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 ما عاش اللي بهذلت صراحه. إذا ما عندك مانع أنا مستعد أشوف لك شغل عندنا هني بالشركة. صدق والله؟ I'm be really really؟ مو قادرة أصدق، أنا ما أدري شلون ببلغ أمي الحين. أنت من صدقك؟ إي ليش لا؟ بالعكس أنت ما شاء الله عليك إنسانة ذكية وأنا أحب الناس الأذكياء. مشكور ما قصرت، really thank you. حيا الله من زارنا. الله يحييك عمي. فيصل أنا حبيت أقعد معاك. قبل لا تصير خطبة رسمية وكذي لأن ريم بنتي الوحيدة وأبي أطمن عليها. حقك عمي بنتك الوحيدة وحقك تخاف عليها. أنا ربيت بنتي أحسن تربية وأبي منك يبقى أنك تخاف عليها وتصونها وتحترمها. وها ما بيك تظلم ريم. ريم طول عمرها عايشة معي هني ما انظلمت. الله يسامحك يمه. الله يسامحك. ليش جبرتيني أخطب البنت؟ أنا أدري الزواج هذا أصعب قرار يأخذ الإنسان في حياته لأنه وراه بيتحمل مسؤولية كبيرة. عارف يبا المسؤولية هذه وايد تخرع المسؤول. نعم ما فيني شيء ما قلت شيء ويالي بياخذ بنتي ولي أول شرط آخر نور صاحبه ولا لا عدل كلامك عمي
أنا أبيكم تطمنون. ريم بعيوني. أوعدك إن هي ما راح تحس بالفرق بين القعدة هنا بالبيت والقعدة عندي. هذا العشاء. هذا العشاء يا بابا. عشوة يومها أقول لك ما طلعت، ما أدري شلون هونت، عرفت شلون؟ حسيت إني تعبان. الحين شايد يقول عي الربع وينكم؟ شو سالفة ولا موضوع؟ شو اسمه؟ غرقانين ومطر وهذا. دزولي صور، كي دزولي صور. كان برا زعل عني بالبر. إيه ما كان إيه. كم قاعد تعال حبيبتي، لا تستحي. تعال. هلا 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 بنيتي. تعالي تعالي تعالي. طيب عند ذكرى تو فيصل قاعد يقول وين ريم وين ريم. شلونك ريم؟ الحمد لله بخير. انت شلونك؟ انا زين الحمد لله. تاخرت يوبا؟ ها؟ ناطرك انا، تدري كم مره اكلت كيك؟ والله نمت وانا اكل كيك قاعد ارقع لك. ما عليك بنات تدري يحبون ها؟ اللبس والمكياج. لبس ومكياج، لازم لازم. احنا دش داشه ونطلع بسرعه. ايه